صفية بنت عبد المطلب جواد اللي إذا صفية بنت عبد المطلب آية صفية صفية أول امرأة وهي مسلمة قتلت دسي مشركا قال دسي دفاعا عن دين الله إلهي دين تيسا قمر يعني من قال دسي يدا وهرس قال بيكتق الاستوى من هذه سيدة سيدنا واتمه الجزلة الرزانة الجزلة عقلي وين الرزانة يعني عقلي بضوي التي تاسو كان وهذه يحسب الرجال يحسب لها الرجال رجع ايام ترسل يو حساب يا الف حساب له مركي يعني دقالك يا ولها لو تلقل يو رجع ترسل يا قدر سنه يا صفيه بنت عبد المطلب الف حساب اي الله حسابنا يا ابو من هذه صحابيه تواتم الباطله جيزلا التي تاسو كان ذهاتي اول امراه ناتي وورثه قتلت بسي مشركا في الاسلام من هذه المراه ناتي واتم الحازمه يعني قصة كلوية التي تاسو أنشأت يعني للمسلمين أي أنشأت هذا بلوه للمسلمين أول أول فارس فارس متي أول يصلى سيفا في سبيل الله يعني إن فارس أو سيفتي تسي يعني في أقوه الرئيسي وعيدة أي أنشأت من هذه المرأة ناشا واتوها الحازمة التي تاسو أنشأت للمسلمين مرحبا مسلمين تا يعني وحي أبر بارسيه يعني أول فارس صلى سيفا في سبيل الله يعني مرحبا تأويل كذي ويدبير بن عوام إنها صفية بنت عبد المطلب وهي الهاشمية القرشية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتنف المجد يعني مجد شرفتي يا أمانتي يا قرب تفسيري وصفية بنت عبد المطلب من كل جانب دين على أركب فأبوها أبه عبد المطلب بن هاشم وهي جد النبي نبي أبو جيس وزعيم قريش قريش أضيق يدي وباس كيدا وسيدها سيد كيدا المضاعي إلا داعي إلا قدم بيوان وأمها هو يدي هالة بنت وهب هالة بنت وهب وهي أخت آمنة بنت وهب آمنة بنت وهب ولا شيد وهي والدة الرسول آية نبي هو يدي سيد عليه الصلاة والسلام وزوجها الأول منك يظهر الحارث بن حرب وهي حارث بن حرب منك إلى أخو أبي صفيان بن حرب زعيم بني أمية ريب بن أمية أضيق يدي أول وقت وفي عنها ولا أفسد وكذب تيوي وزوجها ثاني منك هذا لبعضنا العوام بن خويلد عوام بن خويلد وهي أخو خديجة بنت خويلد سيدة النساء العربي في الجاهلية يعني جاهلي جهرها وين كذا يعني سيدة جاهلية أفضل لبضميد ويعني وأولى أمهات المؤمنين مؤمنين تهو ييالكود يعني تيقوه الرئيسي في الإسلام وي. يعني أم المؤمنين خديجة الكبرى خديجة بنت خويلد وي. وابنها ويلك يدون الزبير بن عوام وهي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أجعلاء ناثرك ساو يا نبي الأركب حواري بقول لي هاي بقول لي خاصة أنا حواري يقول يعني والزبير بن عوام مرحبا معايا ليوم الخندق أيو نبي يعني أويري وريا يعني من يأتيني بخبر القوم لمنك يهود إرهاب بن قريدة أبلاك كبحي يا وركو ذا إيكي لي فانت دب يعني زبير زبير بقى إلى أنا كأنا صور رمي رسولك إلهي مرة بعد بهذا النبي أبي وحيد ورياء إلى صور رمي فانت دب زبير صدح قربه يعني يهضليه صدح الواسق أمبا يعني وجوا بالنبي عليه السلام أنا كصور رمي هو يا مركز النبي يعني النبي كاستحواري بوليه وإن حواري يا زبير أي أف بعد هذا شرف شرفتها بعد جيد شرف شرف مجرتها تضمح إليه النفوس نفط أيها انقلتاكته وغير شرف الإيمان إيمان كوحكة صهري مال يعني إيمانك يا إسلام لماذا وحى مهينه أمانة وكتاسك سيدن بيسا مجر تاوي قمتها سوحى إلهي أسيه شرف تاوي لقد وفي عنها زوجها لنك يجب أن تيال عوامها بن خويلد وترك لها وحيوبتك دفلا صغيرا ويلير هو ابنها ويلك يدي ويا زبيد فنشأت وي بربارسي على يعني وي كرسي وي بربارسي على الخصونة والبأس أيضو ولبا وحياري إيا فقر أي إسكاق يعني أي جرت أي سوى بربارسي وربته ويتر بيسي على الفروسية والحرب فارس لماذا إيا دقالك أي كتر بيسي وبرسي ويلك إن إسكاق أمكورين يسي ماها ويلك مركو يرى دقالك يعني يدري جرت أي سيدة يعني رجع يعني وسبع لني وجعل يعني وحي ياشي يعني لعبه عيارتي صدام بو حيكدغتي في بريسها يعني سهامي انه يعني جمونها يليبت قرؤني ويصلح القسي انه قانسه سمي وح كلبها كو عيارن بيلهد يعني ليبت قر يعني قانسه خيرو
ملك استتوب توب بر أي لا ذي وبر يثور أي ود أبد يعني وحي وقع هذا شيء على أن تغذفه إلي يعني كترت في كل مخوفة ملك استوى عبسيه وحي لنقل أن رجع يعني ماشي هذه يعني ملعك كرعينة أي وتقحمه ويكترس في كل خبر ملك استوى خبر أنا ويكترس والرب مركو يعني دباتوين كي وحي الله فربنا أمون أمون يكون لن أذق نغون كرائي ولقى هذا المال أمكو العلسة هوسك أمكو العلسة ولقى دين مقنواي بلا سبو نغوني هيا مركو الرب وحال ربا إنو لن تجارب ليهاي يعني يعني دباتوين كي وقت كي يستال الدولي المها صوفا أذق يعني كوكوسو برباري يعني بيت فقري أو يعني أو إسكا أذق نولش يسو يعني قريب لغن كوسو برباري إسكو نول المنغوان كان واحد وابا هاي موسى نقوله سوونه بل بعد عليه مبوا هذا وصل في هاي ليه لكن نيجا وانين تبعتك سود على مركو يرى يا دمبو هذا مركو وين أنا أعرف بنقول يا مرك رجع وحال ربا إنه دبعته ينك يروح صدر الله كلمه فإذا رأى مرك يعرفته أحجم إنه كسر يعني وكعب وكل عبنا يأوت ردده لربه هو جراع إذا لربا مبرحا ماشي عبسنا هاي دي مالي خطرت عصو وكعب زمن يدارته والجراع يعني سو عبسنا كراويلان حتى إنها أيدي عطب دواب الله دقال في ذلك أرنت أصلوا عنانتي من قبل أحد أعمامه ويلك أذره متكمدة حيث قال الله وحويري ما هكذا يضرب ما هكذا يضرب الولد المها سيدة الله ما قرعه إنك أدوك تدربين ويلك واتقراعيسا لرب مبغلة مدء عريسان ونعب أكله لا لرب أم سيدة هو إيا سيدة ذوك الوحي مدليس ويلك يعني ما بربتد بأنه ملين يقف ذنبك لا ينتيس وكالت أدليسا فارتجزت صفية ويقبه إذي رجز بيقات قائلة حالي تاي من قال قد أبغلته فقد كذب وإنما أدربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالطلب من قال منك إذا هذا قد أبغلته ويلك وادو عريسا تاي ومجعلت فقد كذب بامبو شاك وإنما أدربه وحنو قراعيا لكي يلب إنه لبيب نقول من عاقله كامل أول هاي اللي برجل لبيب أنت زاوي يعني لكي يلب إنه للبيبة وعاقله كامل وشجاع إنه نقول ويهزم الجيش أيضا كأوجبيه وهو يأتي أولي ما لبس صلب فر أولي ما رجل أولي وكسر فرطوه يعني صلب يعني هاي يعني صلب كحاله وفرك وين إنك أدي سفر كيسي واي هاي قران كيسي سيفتي هم كيسي يعني عبور بريد كيسي تركي وقبي سفرس كيسي وعصرنا على إسكال يا من قتل قتيلا أعدي سلبه زمان ويأتي بالسلب يعني وفرك رجل إنه صفر تعال الدنيا هذا نقرا عياه ولما بعث الله إلهي مركو صدر النبي ونبي يسي بدين الهدى والحق وهو أرسله إلهي يعني أدر النذير حاله مدقية وبشيرا للناس تسكأ بشعريني وأمره إلهي وكو أمر النبي بأن يبدأينه بالله بدوي قرباه بدوي قرباء كوي قرابة إساء وقبل الله وأنذر عشيرتك الأغربين بإلهي يعني جماعة بني عبد المطلب ونبي أروري نساءهم يو رجالهم وكبارهم يو وثقارهم رجل وويناء يكو يريرا وخاضبه النبي والأخي بعد قائلة حالي يا فاطمة بنت محمد فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب إني لا أملك لكم من الله شيئا إلهي عذابك إسانه وحبه إذن كما همرني ثم دعاهم إلى الإيمان بالله بأويل إن إلهي الرميان وحضنهم يعني كبوري حضنهم على التصديق برسالته إن رسالته الرميان فأقبلوا حقا بلع على النور الإلهي منهم أي حق ذواريبا عبد المطلب من أقبله وأعرض وحكج استعان سناه الثينكي سيمن عرض فكانت وحياة صفية بنت عبد المطلب في الرعيل الأول يعني في الجيل الأول مرحبا جماعة ذي يفوتش أقوه الرأي ومن المؤمنين المصدقين مؤمنين يعني إلهي رسول كيسر رميس عند ذلك يا جماعة صفية وحيكو لنستيه المجد شرفه من أطرافه أيضا أول بيعني يعني شرف الحسب يعني أيضا وناك إلهي أدليه نسب وناسين وناك قدرسته يا هدنا وحي نغطي كل أقوه الرأي إسلام لماذا قاسيه مؤمنين تقوه الرأي آيه فقد جماعة دوي كل مثل عند ذلك جماعة صفية المجد من أدرا يعني من أدرافي لنعيه سيودن أي سود ذل حسبي يعني حسب كي النصب كشرفتي سيا ما نحن مديسي هي وعز الإسلام إسلام كعزدي سوى سود ذل حسب يعني حسب والنصب كان ليه هي وعز الإسلام
انضمت صفية بنت عبد المطلب ويد يعني ويد دمنتي إلى موكب النور نور كجماعة ديسي هي يدي يعني مرحبا وفتاها يعني ويلك رسابك الزبير بن عوام وعاند يعني وحيوة كيستي ما عاناه المسلمون مسلمين تي وحي كصبرين أسابقون أو من باس قراش قراش يعني تبكو ديها هي وعانتها يعني أضيق جيدية وضغيانها. فلما أذن الله إلهي مركو إدمي لنبيه والمؤمنين معه بالهجرة ما بقى فرك إلهي وإدمي المؤمنين تي لجر بالهجرة إلى المدينة خلفت السيدة سيدتي ويتكتي الهاشمية وراءها قلاشة مكة مكة بكل ما لها وحالا وحي أسقنا لي من طيوب الذكريات وحالا وحي مقع ونفسنا ما سائكل هيدو دنبي مكة كدغا ويكتك هي وضروب المفاخر فانيالك يا أمانت يا والمآثر مآثرت يا وناقيالك قيبه سيوردن ويممد وجهها وجهي ذي وحي أجهي ذي سيو شدر المدينة مهاجرة حالتي بدينها دين تذوي لها جريتا إلى الله ورسوله وعلى الرغم من أن سيدة العظيمة سيدة عظيمة هي وين أيضا كانت يا هاتي يومي ذي مالك تخضو يعني مد أطلاب ستيه وقشيه نحو ستين اللحدا كبه قشي من عمرها المديدة عند دائرة المديدة دائرة الحافلة يعني فقد كان لها الحافلة وناك سناوة فقد كان لها وحاوثنا في ميادين الجهاد جهادك يعني قوبه سأكد عي مواقف مواقف ما يزال أسكزل إنه يذكرها تاريخه تاريخ إنه شيء باللسان الندي باللسان العرب ندي قيم بالعجاب ياب عرب مركز يعني ياب كقيم والله لا يابي هاي رضيب بالصناء أمان الوقوي وحسبنا وحابا نغفلا ونكافينا من هذه المواقف مواقف عجيب كلاي إذا قال الله إيكسو هي صفيو أيضو باللي حلنجده ناقوين وتري اللي حدنك شيء مشهداني إثناني لما مشهد ما نغفلا بولي حي الله بضع مركز نلوش يقول كوه كلا أيان يقياس قادن إن إني قبر عجيبا هيدوا كان أولهما لبضع مثلا متك وظهره يوم أحد أحد مالك يدبوها وثانيه يعني وثانيهما يوم الخندق أما ما كان منها وهي حق إذا كدعي فيه أحد أحد فهو أنها أيض خرجت ويبحر معاجن دي المسلمين مسلمين تا جماعة ذو عيدا كودي ويرا عدي في ثلة جماعة ومن النساء جهادا حالة في سبيل الله جهادا لأجل جهاد في سبيل الله فجعلت وحي قدقة شيء تنقل الماء بيها إني سوق قادس وتروي العداشة تدك أمنا ورابنس يعني مركا رقا دقالك كجره بيه بي لده عرد أيانه مركا رقا بي أفقه وش أفقه صاريان دقالك دوالو أسقوه بيهايو رقوا أولي يا مركيو آية كو وتبر السهام ليبتا أي أسي قريسا قبو مهي هقاجينيسا وتصلح القسية قانسوين كي كجوية ما كدقو أي وحي ورم بي هقاجينيسا أسي حريسا مركا سي أسي دي ديويسا رقا وكان الله وعوسنا لمع ذلك قرض آخر مراد كلنا ويلهيز هو أن ترقب المعركة بمشاعرها كلها وأن ترقب يعني أن ترقب المعركة معركة إن أجاتي في رسوي بمشاعرها كلها يعني واحد ما يسكت عايه دن دجالك يعني حربنا دجالك ما يسكت صعوته واحد دن إن أيو جرجو وهاتي أجاتنا وين رتاوي نال عبدنا زما يا ولا غروة ولا عجب وحيا بمهني فقد كان في ساحة يعني في ساحتها ابن أخيها محمد بن عدلة إن الدجال كبرت إنك أوصى قصو ويعني لسه إن لسه عط إسكت ضي الدجال كإن لسه عط واحد كده عيا ماشة واحد الله يا أبو ما محي لي فقد كان في ساحتها الدجال كبرت إنك يسوى حكجره ابن أخيها ولا الكذويل كيسي محمد رسول الله أويل كيدل واحد وأخوها ولا الكذبا الدجال كحجره صفقة وراء حمزة بن عبد المطلب أسد الله أي لباح إلهيا وابنها ويل كذبا كجر الزبير بن عوام حواري نبي الله وفي المعركة معركة قبل ذلك كله انت صورنا يعني هرتيس اي فوق يعني وفوق ذلك كله مصير الاسلام اسلام كمرجع يسوي دغالك الذي كاسو اي هي اعتنقته اي يعني اسلام كي قربها صارت قالتي مرجع يسوي دواجهاتك ان في سبيل الله لو دغالمو لو دنتو راغبة الحالة تأمين يعني جعله تهي أكتس ثواب كرجينس وهاجر ذي هاجر في سبيل يعني ودديسة معتصمة الحالة وعسى درتي أنت هجرتنا وابد يعني دين تاس إلا تك على موي أما وأبصرت وحي أرستي من خلاله يعني خلال المعركة بقالك تحديسة وحي كأرستي طريق الجنة في الجنة وددي تنظر وددي دو يعني وحوي يعني وكاو الجنة تحت ظلال السيوف مدهن
يعني سيفها هركو دهوس تولي جمل كجرتها يعني واجهات كلو قد نتوي مركا دقالك دحدي سيوي حيكا عرسا وضد جمل الله مرلها مركا ويني أعزد وضدها وضدها فأيني مر فأما فأين دقالك كشف ولما رأت المسلمين مركا عرس ينكشفون أيضا صواع رجل عن رسول الله إلا قليلا منهم رجر وكم من المويان آيه ووجدت أي أشياء المشركين يوشكون يعني كوسق يبو أي سنون إن يسوى قارن أدو يوشكون كو أدو أي سنون إن يسوى قارن إلى النبي ويقضي عليه النبي أي دلان ويبكت خلصان مرحت سقاءها مرحت رج مركة سبرار بيه ودو رج ورامين يسوما مرحت سقاءها سبرار كبي تورت أرضا روك كتور كل كأي كردي وهبد ويبو ذيك اللبؤة أيضو موليس قال قول أيضا المغيسد التي تاسو هجم أشبال أشبالها المهد لصور قول يعني لباحة وعنو المهي هي ستلوسه هجومي سيؤبو دوك الأدك على أنتو ساتوك لي أبو دي انتي بيهي سكتور آية كو وانت زعد ويقالتي من يد أحد المنهزمين كوي سيع عرية ميت كمدا يرمح ووركي وقعانتي تكمل رجيس ميت سيع عرية ورنكي وطو أيين كلتك تورنكي مركاتك قالت أرسي بيت رونك آية الله عرت مجلس عقام سيع وما الله دويتكتي تشق به صفوف أيضا صفك جيحس صفك ما يدح قادة قالت يعني يدح مرسا رجي سوى عرهي ما يدح مرسا يقول نسا ورقى عرهي صفك قالت أجد هنا قش وتضرب ويقراعي سايو بسنانه ورنك أفكي سنة الوجوه وجوه الكفار بيكو قراعيس وتزأر ويقين نسا في المسلمين قائلة ويحكم ويحكم دينه آية ألزمتم عن رسول الله آية ألزمتم عن رسول الله آية مرحبا أكم هو دينه أهزمتم واجبتين عن رسول الله رسولك إله ما تكعرتين رسولك إله ما تكعرتين انت هو عرسان رسولك واتاقيه وكاس ويحكم هو دينه أهزمتم يعني واجبتين عن رسول الله رسولك إله ما تكعرتين فلما رآها النبي مركو أركع عليه الصلاة والسلام مقبلة حالتها خشي عليها نبي وهو عبصدي أنت ترى إني أركته وهو عبصدي أنت ترى إني أرتاقها ولكن حمزة حمزة والحال هو سو سريع ويهمد أنت حمزة أنت إني أركته ما يتيس إني أركته أي وقد مثل به المشركون قالوا لنا صورة حمية يعني أشبع تمثيل صورة حمية ما شو حمية فأشار إلى ابنها زبير ويل كان زبير بو النبي بقول إشارة قائل الحال ويا المرأة يا زبير المرأة يا زبير قبو يعني تقالك كقبو هاي سانت تقالك كقبو فأقبل عليها الزبير وقال وحجر يا أمة إليك إليك يا أمة كديرو هيا نقو نقو دقالك كديرو قالوا نقو فقال وحي تري تنحى لا أمة لك وارقتك هو يكو مسوناتي تنحى إجفل ويتجي دورو لا أمة لك هو يألو نكو سوناني فقال وحجر فقال إن رسول الله رسولك إلهي يمرك وحكو أمر يا أن ترجعي أيضا قلبك يدوك جلعيني رسولك إلهي باكو أمر يو إن أرلابطه نقوك لي يا رسولك فقال الحيث لي ولما ومحوهي أمر يا نقو إلي إنه قد بلغني وحاب إسوه قاري أنه شان مستيل بأخي إني ولالك إلا سور حمي ولالك في الله وأنا إلهي زرتي وعسد الله وقاله ونقو كيابي يمرك ولالك إذا ركتب إني يعني بدل أنتو ويارك قحدو كيابي يعني قفت برد قلبي كيابي جلعت صوما مركة فريبة أمك شيء بشو مركة عيزي بابا شيء تواحي تري محو يدي ذي إنه قد بلغني وحابي سوقاري أنه مصيل بأخي وذلك في الله سيدة أصبح الله قال إنه إلهي درتي وي مرد إلهي درتي سأل الله يالي محانا نوغ مانيقا أوي أي وما أوي ما شو في عنايت بخور نسيلا فقال له الرسول وحو يري زبير خلي سبيلها يا زبير شدها برفرتك قال أي فخلى سبيلها ولما وضعت المعركة أوزارها وقفت ويستاكتي صفيته على أخيها ولكن حمزة حمزة أيد الاستاك فوجدته يعني وحيها شيء قد بقرة يعني بدنه أسقه على وشي صلى جاحي وأخرجت كبده بير كي سبع على صوبحي وجدع أنفه سن كي سبع لقوي وصلمت أذناه لودي سدقون والقوي وشويها وجه وجه كي سنة هرقبا لقبحيه ولا سورح ما يوال بدله فاستغفرت له ويغفر عند لفظه وجعل وحي قدك شيء تقول إن إلا ذهي إن ذلك كاد مانتي في الله إلهي درتيوي لقد رضيت وان رالي نقضي بقضاء الله إلهي حونك سرالي من كواه والله بان كنت نارتي لا أصبرن وان صبريا ولا أحتسبن وان أجر مليسنيا إن شاء الله وحسن الله يلس إلهي درتي ما وان صبريا وان أجر مليسنيا كان ذلك وحو هذا موقف صفية بنت عبد المطلب يوم أحد أما موقفها موقف كذي يوم الخندق
فله قصة قساء يليها مصيرة يعني مصيرة أوي سداها الدهاء والذكاء أي يعني مرحبا وقصة مصيره سداها يعني الباب كيدو يهداه يدو الدهاء والذكاء واللحمتها يعني البصالة والحز واللحمتها قصة عيادة اللحمة يدونا يجب كيدونا البصالة جيس نمئي والحزم قلب عليك يغسل فإليك خبرها خبر كيد قاضو كما وعد كتب التاريخ كتب التاريخ ذات أقرتوا لقد كان من عادة الرسول الله وحكمه صلى الله عليه وسلم إذا عزم على غزوة دولان مركو أنصدوا من الغزوات أن يضع النساء هوانك إنه يوزن أريع الرورتا في الحصون ما الحسن هو أذك خشية أن يغدر بالمدينة مدينة إنه يعني هو يعني خيانه أو أصد ومر غادر في غيبة حماتها رجع حماتك إلى لنا يمرك كتغان انتي لا أصد ومر مركز إنا يعني لبن الغيسون لقاته يعني أي نبي كي يمركز وما الحسن هو أفج أي سوق ينجر هوانك يعرض. فلما كان يوم الخندق مركز جعل النبي ويا للنساء وهوانك يسيه وعمته إيدريس هي وضائفة ومن نساء المسلمين كم ذا في حسن يعني حسن ابو النبي قال يدير أضقه لحسان بن ثابت أسقنات ورثه حسان وكبح لي عن أباه أبيالك وكان وحوانا من أمنع حصول المدينة مدينة يعني دربية هذا متك أو أذق بها مناعة وأبعدها منالا يعني حق جاردان كحل جارك رما دربي أذق بها. وبينما وقت كان المسلمون مسلمين تيهايين يرابضون هو كل نجيء على حواف الخندق أيه. خندق يعني تنعيس أيوة كجر قطك خندق كجر حواف الخندق يعني أدرابه واي أيوة رفيس كجر في مواجهة قريش قريش يعني سيدي يقول تقول لها يعني وحلافها كو يعني حريفك الله هي شاكتك قريش يوحى الله وحي عربتك الله وشاكتك وهي ذو رنبا إسي صوبها إسي صوبها وقد شغلوا والحال قد شغلوا لشغلي أي نبي أصحابتي عن النساء هوينك وذن أرية بكم مشغولين بمنازلة العدو عدو قبابة ديبت هرتو الله صفرشت مركع عدو بمنازلة سئية يعني كورتقيسي أيها وحيك كم مشغولين بهوينك يعررت أي أبصر الصفية وحي أرت بنت عبد المطلب شبحا بي أرتي يتحرك في عام يعني شبحا يعني يعني وصور يعني شخصي وي يعني صوره مجتوله يتحرك في يعني في عتمة الفجر فجر كيعني مبدقيسي قف صوت دقائق يعني صبح مركو أمن هرير إفتيمن إذا ولك العدانين أو يعني قف كي جيت كأن آل لوك لجرنو سلا ده إنه إفتيمن ومبدأ أي حي أرتق قف صوت دقائق ووحي يعني مجتوله قف صورة دي سوى شمس وصورة قف وصاص عطوه كو فأرهفت له السمع سفي عن بيؤد جيسته مغلق بيؤد جيسته وأحدد إليه البصرة إشنا سفي عن بيؤده وعيه أوفصة وحن فإذا هو يهودي وابني يهودي هو أقبل سوقا بلي على الحسن دربه وجعله عبوذك ليضيف به نوكو ريغي متحسسا أسوه رازين أخباره متجسسا على من فيه دربه وكو ريغي مالو كقلو فيرنا يا مكا وحورا ووحا كجر إنو أقال فأدرك دويها لشيء أنه أسوى عينه إنه يجاجوس لبني قومه يهودي إنه يصدر سبين جاء يميده اللي يعلم إنه أقاده أفي الحسن إنه كجران رجال الرق إنه كجران أي دربك يدافعون دفاعي عمن فيه وحا كجره أم إنه لا يضم بين جدرانه دربك إنه ندحدي تقض من إلا غير النساء هواني والأطفال هواني عرر وحك لإنه كجره الرق إنه الله ريبه واردية سوك الأبو بأنه كانوا جاجوسيا ويعني أقانيا فقالوا حيثر في نفسها إن يهود بني قريدة في بني قريدة يهودي قد نقضوا ويبريان ما بينه وبين رسول الله بل أنك أي رسولك كده حيو من عهد وظاهروا حيله شيئا قريشا قريش يو أحلافها بأكال ميان ويقرب سيقعنسيا على المسلمين أيه مسلمين تأيه يعني يلك ككال ميسين ويقعن لقلت وليس بيننا أي وبينهم أنك يا أيه كان أحد أحد ما مدح حيو من المسلمين يدافع عنه أنك هوينك بس أميش كجر أصحابتي رقيوا الرسول كي رقيوا دقال بي كجران واحد يقول كواس بلن كيف يكبح عينه هذا يعني عيدنا قد دفاعي سوك هلتنا مجر سوماه آية مرحبا كو والرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الإلهي ومن معه مرابط دون في نحور العدو وحي دفاعي كجران عدو دون تيسوي
فإن استطاع عدو الله عدو إله يدو أوده أن ينقل إلى أن يدو أوده أسر تكشو أن ينقل إنه قال إلى قومي قومك حقيقة أمرنا أمر كان حقيقة ليس وهوين مؤذي يعرم وحكا لإنه ماشا كجرين سبا اليهود يهود ويقفالني أن نساء هوانك واسترقوا دلالي عرطنا ويأدون سنيا وكانت طامة مسيبة ويليد بأعلى المسلمين المسلمين تكدك فإن تمركي عدو أسيب سيرنا يدي الله دو مرة عرورتي هوانك لك عايزو هذه مسيبة وين با مسلمين تكدك إيسا صوبة عند ذلك ويبادلت إلى خمارها يعني مصر كيدي ملح إيسارين إيسي أيه أدك دكتيو فلفت على الرأس يا مدح إيسي في عنو أتكيسر وعمدت إلى سيابها درك يدي أقصديو فشددها ويحرتي على وسطها درك نسف في عن بيد أحد وحرت دقال بأودي يرقنودي وأخذت وحيسو قالتي عمودا بي على عاتقها قول وين بيتونك صوصارت بهل وين وكبالة وآد وين يعني قولة أيه تونك قصو قالت ونزلت ويدك إلى باب الحسن البابك يعني دربك الباب كي سيبي فريسك فشقته في أنات إيه وحدق فشقته سترتيب أيه أفرتي في أنات كاسية إيه وحدق سيدي دكتونان أيه ترتيب الباب كسا أفرت أولاك وجعلت وحيدك شيء ايه ترقب الى يعني سوغيسو من خلاله قديس عدو الله في يقظة ايه وحذر ايه سي دكتون سو جدو يعني ان مرن قلبك يا ملك العالمين ايه البابك سو لافت البابك سو لافت حتى اذا ايقن مرك يقينس انه سو قداء وهذا في موقف يمك يعني يمكنها منه اي يعني اي اسوره ويسو مكان سنيسو حملت عليه ويكون بارتي حملة حازمة صارمة يعني هل مرأي كبودي يعني بوتين او يعني هدي حض بدن وضربت وحي كبفتي بالعمودي على رأسه فطرحت ارضا قلق ايدك سو اسكا قبنا يو اسكا صعدو دوال هرداء منك اللي امباي ملحا كغفريسي سي هل مرأ قولك قا قلق امبا قدع هل مرأ قلق قدع ثم زع ايه مرحبا ثم عزت الضربة الأولى ضربة اللباد وحي كحوجي بثانية إيه وثالثة مر على مركو دولك كسي دعي تيور قطعه وعمر بين جنبيه وأخمدد ويد مسي أنفاسه ونفتي بين جنبيه لبدي سفيره ودحضه نفتي وادد خلاص حتى بادرت إليه إلى أي أدك دكتي فاحتزد ويده يسير رأسه ومدحه بسكينة كان معها مدير هوسته يكوهتي بالأول ويسوقات مدير هوسته يكوهتي مدحه يكوهتي كو وقذفت بالرأس مدحه وحكتورتي من أعلى الحسن دربك كوركي سيكتور فالطفيقه وحبوده قلي يتدحرج إنه سيقل قلي على سفوحي دربك سنقاف كيسي حتى استقر بين أيدي اليهود الذين كانوا يتربصون في أسفله كو يصادر صدقية ما شاء الله سكسوكاي سيكسوكاي انا ماذا حيو قلب 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 لهم بقويم سيكسوكاي انك خبر بايدين كواني دونا ايلها ايد ماذا حيو قلب لهم بقويم دوان مرحبا فلما رأى اليهود مركي اركين رأس صاحبهم قال بعضهم لبعض قد علمنا وان قرن ايني ان محمد لم يكن انو صاحي ليترك النساء والاطفال من غير حمات هوانك اي عرورت انو من الرجلان كتغيني وانك قرن ايني مركي عرو اي وانك فهمين اي مرحبا ثم عادوا ادراج وحر ودد لك وحر وصفيه وعصا وقشي وقو ركبت جوغا ماش يا مركا يا اركي منك ونسي الله قلي يا حيني وانسكي قم ليسان اني انو نهوانك عرورته ونعلق وقتقيني وان رضي الله والله كراد النغض عن صفية بنت عبد المطلب فقد كان وحياتي مثلا بين غتي تصالو فذا او يعني كليئه فريدة للمرأة المسلمة ناكس المسلمة اوي قبر مسلمة اي وحيو نغتي تصالو عجيب اوي ايه ربط وي برباريسي وحيدها هل كويل كايو ايضا شيء فاحكم تربيته وتربية سنة سفي عم بيقوه ناجس واختبرت هاشا دائدة ايه واصيب والله اصيبه ده واصيبت ايه بشقيقها يعني واصيبت والله اصيبه بشقيقها ننك ابيه ويب الله وحمزه فاحسنت صبر عليه سفي عم بيقوه صبرته ايه واختبرت هاشا دائدو شدوين كبا امتحاميو
فوجدت فيها وحي هشيء وشددي المرأة الحازمة ناقصة قلبها لقينيتها العاقلة عقل بدن والباسلة الجيسي أول وعجيب أول. ثم إن تاريخ دي كتب وقر في أنصح صفحاته يعني صفحوين كذا ما أشاء أبوه الرئيس وحي قرين إن صفية بنت عبد المطلب كانت وحياتي أول امرأة يعني قف دبرتي أبوه الرئيس وقتل ديشي مشركا قال في الإسلام إسلام كده ديشي قبل أبوه الرئيس وقال ديشي قال ديشي أدق على أنت عجيب كذا أكاول قبل عجيبة أي صفية بنت عبد المطلب وحي